قول الفصل مع فضيلة الشيخ وسيم يوسف. شيخ، أنا عندي سؤالين. سؤال الأول، أنا متزوجة من 8 سنوات وعندي 3 عيال. بس نتيجة خيانات زوجي، خيانات على الهاتف، يعني أنا ما أعرف إذا كانت في خيانات ثانية، وصلت لقناعة أن أنا خلاص يعني أريد الطلاق، يعني خلاص أنا مش حابة أعيش مع هالإنسان، يعني البني آدم. زين، قولي كملي. انزين، واريد افهم هالشيء، بس هو يقول انا ما فيني اي عيب وما فيني اي خطا. انزين، ليش انت تقوم بالخيانه؟ يقول لي فراغ. وطيب انا يعني انا بسمع على هالحاله، يعني اذا عنده فراغ عندكم حوش، عندك يا عائشه حوش في البيت؟ عندي. خلي كل يوم يزرع له شيء، يسقي شيء. هو المشكله انه يداوم في اماره ثانيه غير الاماره اللي انا موجوده فيها. ايه، ففي الدرب فاضي. ايه، في الدرب فاضي، ويا ريت انا يكلمني، لا يكلم حد ثاني. يعني انا اوريدي انا مهيئه له ان انا فري طول الوقت ومش من النوع اللي انشغل بالعيال. زين، انت يعني هل البدايه بحثي عن شيء ينقصك انت؟ يعني قبل ان نلوم، احيانا نتكلم بصراحه ولا تزعلين؟ لا تفضل. الحين ولدك مثلا، ابنك يوم يصير بيت الجيران 24 ساعه بيت الجيران، انت تقول ليه يصير بيت الجيران؟ تصيرين ولا عند بيت الجيران لعبه يلعب فيها ويتسلى فيها، صح؟ فشو تسوي؟ جاوبي، شو تسوي؟ يعني تشترين اللعبة، صح؟ هي. ايوه. حتى فانت هل انظري لنفسك، احيانا معاملة المرأة لزوجها كأنها يعني شرطي مرور، مع احترام لشرط المرور، يعني تعال وين كنت، وين رحت، وقف هنا حزام، ينفر الزوج. الزوج في الرجل يبحث عن انثى تطيعه، يبحث عن أنثى تدلله، يبحث عن أنثى تشعره أنه رجل. فإذا رأى من زوجته والله أنها تعامل يعامل الأخ، ها، ويعامل معاملة طابور صباحي، فتجد ينفر ويصبح يبحث هنا وهناك. أنا ما أدافع عنها، اسمعي، أنا ما أدافع عنه. لا بس أنت مش فاهم الموضوع. المشكلة أن أنا مش شرطي مرور. أدري أنا عمري ما كشفت وراه، وعمري ما نبشت، وعمري ما سألته أنت وين رايح وين جاي. بالعكس، أنا عطيت لنا ثقة ومهيئت له الجو في البيت وكل شيء، يعني مدللت لنا. يعني ففي النهاية اكتشف انه بين فترة وفترة يرجع يعني يكلم بنات على التليفون. كم عمره هو؟ كم عمره؟ 30 سنة. عنده بنات؟ انت عندكم بنات؟ عندنا بنات. ايه والله يا اخت عائشة. قولي. وأيلة من هالجانب، يعني اقول ان انت عندك بنات وانا يعني خاف علينا احنا، وانا اشتغل ومحاطة يعني برجال، فانت ما تخاف علي يعني الله يعطيني، يعني انا حافظه نفسي وانت ما في فايده. ها، فوق هذا كله بعد ماشي فايده فعلا. والله ما اعرف ماذا اقول. طنطاوي يقول النساء كالبحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. بس انا وصلت لمرحله انه خلاص، يعني انا هالفتره اريد اطلب الانفصال منه، بس هو مش قابل للموضوع. والله ما اعلم ماذا اقول. انا نصيحتي عليك بالدعاء له بالهداية أول شيء، هذا أمر. الأمر الثاني، ما المشكلة؟ الدرب هذا خلاص، متى ما الزوج عنده عمل بعيد، ما شوف، لا يضبط إلا تقوى الله، ما لك إلا الدعاء. يعني نصيحة لك، علم يا عائشة، يعني العلاج ليس بيدي ولا بيدك أنت، إذا أنت كما تقولين صدقتي، ولا بيدك أنت. بس بطلب الطلاق فيها إثم؟ في اسم في الموضوع. أهل العلم رحمهم الله قالوا الشرع أجاز للمرأة أن تفترق عن زوجها في حال الضرر، أجازوا بعض أهل العلم، لكن هذا خطأ. يعني أنت تفكرين في الطلاق، عندك بنات يا بنت الناس، صح ولا لا؟ أيوة. زين، أنت اليوم طلقتي، شو استفدت أنت؟ يعني أنت لما تطلق الآن بناتك وابنك هذا جند من جنود إبليس في الطرقات، أنت لا تستطيعين التربية 100%، لا تقنعيني أنا أربي 100%، فلا بد من وجود رجل. فأنت ما حللت المشكلة، أنت زدت المشكلة. الآن أنت بفعلك هذا، والله طلق، زين طلقت، الحين طلقناك، أنت زدت المشكلة، أم أنت فقط أخذت راحة نفسية لك فقط، لكن أبناؤك لم يأخذوا راحة نفسية، حرموا من الأب. فأنت يجب حينما تفكرين في مشكلة أن ترين المصلحة. الآن ما يوجد مصلحة إلا أن البلاء والوباء على الأبناء، إذن لابد من حل يخص هذا الرجل. عينه زائغة، والله شوف وين الخلل.
والله الحل عاد هذا ما اعرف، هذا يحتاج اعاده فرمته، اعاده برمجه، ما له الا الدعاء. ما اعرف اذا الرجال عينه زايغه، بشرك لو انت من الجنه حور عين هربتي، فتح باب الجنه وهربتي من الجنه ونزلتي على الارض وتزوجتي الرجال وعينه زايغه، بعد بتتم عينه زايغه اريحك يعني. فهذا شو الحل؟ شريط ديني، فؤاد غض البصر، شريط اسلامي، هذا هو الحل. عرفت اختي؟ ايوه. بس والله يعينك، الله يصبرك، لكن لا تفكرين في الطلاق، الطلاق ليس حل ان شاء الله. في سؤال ثاني بس اختي بتكون معك. اتفضلي. السلام عليكم. سلام، هلا اختي. يا شيخه بغيت اسالك، الميك اب المكياج حلال ولا حرام؟ انت شو رايك عاد؟ انا اقول انه حرام لانه فتنه. اي وليه تسالين عاد؟ صارت مجادله في الكليه والبنات كلهم كانوا ضدي، انه لا حتى لو انت ما حاطيه ميك اب ممكن ان اي واحد يشوفك ويفتن فيك. حتى لو انا ما حاط ميك اب زين وانا وجهي فتنه، هل ازيد الفتنه في الميك اب؟ خليك شاطره في الجدال. يعني لو قال لك زين انا وجهي جمال رباني وانا افتن الرجال بجمال الرباني الوجه، هل ازيد الفتنه بالميك اب؟ فيقول لا. اذا نتفق على ان الميك اب يزداد الفتنه، اما فتنه ليست بيدي. يعني شو اصير عوره عشان ما افتن الشباب؟ قولي لهم اصير عوره حتى ما افتن الشباب؟ لكن الله ابتلاني في الجمال الحمد لله، لكن اذا وضعت الميك اب ازداد فتنه. علم اختي؟ علم. يعني هو بالنهايه يعتبر فتنه. انت ايش رايك؟ انا اقول انه فتنه. خلاص فتنه، اكيد فتنه اختي. لما تاتيك واحده عن بعد 1500 كيلو متر تشوفين عاكس من شدة البودرة، غصب عنهم ما فتنة هذا. هيه خفيفة يعني. ها لا تحطين، ولا تحطين ميك اب ولا. انا لا احطي لا ثقيل ولا خفيف. ولا خفيف ولا ما فيه، هي مو قهوة ثقيل وخفيف، هي مصيبة الميك اب. يوم تتزوجين ان شاء الله حطي ان شاء الله مو ميك اب، ان شاء الله يعني ما اللي هو. علم اختي. بس للزوج بس صح؟ ايه بس للزوج. للزوج صح. جزاك الله خير. الله يسلمك. نعم. حياك. يا مرحبا. يا من معي؟